وإذا بولدي الحصان قد أقبل وعليك السلام، وقال السلام عليك يا وثمرة فؤادي. فقال يا أمه حسن طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله، فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام جدا يا أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. قلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله.
فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا خليفتي وصاحب لقائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام. قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن صالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماواتي، إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء.
فقال الأمين جبرائيل يا رب من تحت الكساء. فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم صادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا فلكا يدور ولا ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني للرسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الله وفيه جمع من شيتنا ومحبينا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز
بعدنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل، هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيتنا ومحبينا، وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك عشيتنا، فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. قلندر صلوات دعاه خداوند متعال بحق الحسين وبحق اصحاب الحسين وبحق اولاد الحسين وبحق اطفال الحسين اس جشن کی رونقوں کو دوبالا فرمائے. اللہ اپنے حسین کے صدقے اس جشن کے بانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اس جشن پاک کے تمام مؤتمن اور منتظمین، تمام مومنین مومنات کے گھروں کو ہمیشہ آباد و شاد فرمائے. یا اللہ، آج کی رات بابرکت رات، خامس آل ابا کی رات، پنٹن پاک کے پانچویں تاجدار کی رات ہے. اے پروردگار، اس حسین کا واسطہ جس حسین کے صدقے فرشتوں کو پر ملتے ہیں، اے اللہ اس حسین کا واسطہ جس حسین کے صدقے آج زمین و آسمان قائم ہے، اے اللہ اس حسین کا واسطہ جس کے لیے امام علی ابن ابی طالب جیسا باپ سلام کرتا ہے، اے اللہ تجھے اس حسین کا واسطہ جس کے لیے سید الانبیاء جیسا رسول سلام کرتا ہے، اے اللہ اس حسین کے صدقے ہمارے اس محفل کو قبول فرما. یا اللہ اس جشن کے بانیان کے گھروں پہ اپنا رحم و کرم فرما. یا اللہ ہم سب کو حسین کا زمار بنا. یا اللہ ہم سب کو بروز معاشر حسین مظلوم کربلا کی شفاعت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله الطاهرين. ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے، جشن کی قبولیت کے لیے، باواز بلند صلوات.